أخبار اليوم. الحملة من أول امبارح جت، بس يعني المفروض اللي أنا أسمعه إن هم جايين على الأجهزة اللي مش مصنفة، اللي هي مش معترف بيها. خدوا ناس بتوع ضمان أصلا ملهاش أي ذنب، وزي ما أنت شايف كل المحلات دي كلها قافلة، والناس اللي اتاخدت ناس بتبيع ضمان. طب أنا دلوقتي راجل ببيع جديد وببيع بالضمان، مش محتاج اللي أنت تقول لي فين الإفراج الجمركي، ادخل اسأل الشركة قدامك هي الناحية التانية. أنا ببيع جديد ومعايا الضمانات، ليه تاخدني مثلا أو ليه تاخد شغل؟ اول ما دخل هنا اهو دخل على دي، راح قبض على معظم الناس من الشارع. فين الاخلاص تخليص الجمركي؟ طب الناس هنا ولا تعرف حاجه عنه اساسا، بتاعت الشركات جبناها اهي. فاضل ايه تاني؟ دخل على محل في السراج مول، قال له فين السرايل؟ طب السرايل عمرها دي كلها ما تنزل على فاتوره، تنزل على فاتوره ازاي؟ ومع ذلك برضو جبناها. انا المستشار القانوني لاحد الشركات الموجوده في المكان. انا شايف ان الناس دي ما عملتش حاجه غلط علشان يجي يتقبض على صاحب شركه او مدير في المكان دوت ويكلبش زي اي مجرم. الراجل ده شغال شغل نظيف، اذا كان في اي اخطاء ارجع للشركه الكبيره، الناس دي معاها فواتيرها. ويا ريت وزاره الداخليه تدي تعليمات لقاده الحمايات اللي بينزلوا دول، يقول له فهموا ايه فرق بين الفاتوره والمحل اللي ما عندوش فاتوره، ايه فرق بين الجهاز اللي عنده ضمان واللي ما معهوش ضمان. لكن انت تاخد واحد ما عنده فواتير وعنده الاجهزه بتاعته كلها بضمانات ومش معترف بالفواتير، طب هيعمل لك ايه؟ ما يقول من الاول هو عايز 1 2 3 4. اوراق الشركات اهي، ادي يا عم الافراج الجمركي، وادي التوكيلات بتاعت الفواتير معتمده بتاعت الاجهزه، ادي كل شيء، وادي السرايل بتاعت الشركات اهي. حد يجي يكلمني بقى يقول لي المطلوب مننا ايه؟ احنا عايزين نعرف الغلط جاي من ايه، المطلوب مننا ايه؟ 1 2 3 4 يحددها لنا ويجي يعمل بعد كده اللي هو عايزه. يفتح المحل عشان بكره بعده يجي ما يجوش ياخدوني زي ما اخذوا مدير المحل بتاع فتره مسائيه. فاحنا الواحد خايف كده، اما خلاص ما نشتغلش احسن، نقعد في البيوت احسن ونشوف لحد اخرتها ايه. اصلا الناس كلها مخنوقه، انت اصلا نازل شارع اصلا كله ما فيهوش ظابط بينزل اصلا يشوف الشارع ماشي ولا مش ماشي. عائلات ووصل هياكلوا منين؟ الحكومه تاكلهم. شارع تجاري زي ده يتقفل كده، ده واقف حال البلد كلها. ده كل محل فيه حوالي بتاع 50 نفر، وكل 50 نفر وراه 50,000 أسرة. هي أصلا كده أصلا كل الناس هنا تجار، ما فيهمش حد صايع ولا حد مسجل. يعني هما بيخلقوا نسبة بطالة. أنت عايزين تعملوا إيه في البلد؟ إحنا بنمشيها بالعافية. أنت دلوقتي جاي قافل لنا الشارع ده كله، الشارع ده كله فيه أكتر من 2000 واحد ولا أكتر من 3000 واحد، يعني ده خراب بيوت. صاحب فاترينا صغيره وكل حاجه بضمان، مفيش اي حاجه مخالفه، ومعايا الفواتير الضريبيه اللي انا مشتري بيها من الوكاله وكل حاجه. قدمتها للضابط يقول لي لازم السراير. اقول له يا باشا ده كله موجود، يقول لي لا خلاص كده اتعامل مع النيابه. دخلوا على مدير المحل بيبصوا على الورق، بيبصوا على الفواتير، سحبوا حوالي 36 جهاز. مدير المحل اتحبس واتعرض في النيابه، تمام. لسه خارج النهارده شويه من الساعه 2، يعني من امبارح محجوز في النيابه، تمام، لغايه النهارده، تمام. بتوع 200 مش عارفين. احنا كناس بياعين هنا في شارع عبد العزيز عايزين نفهم الهدف من الحمله دي ايه. كلنا خريجين جامعات وكلنا معانا شهادات، احنا الشباب نعمل ايه؟ دلوقتي جاي حاطط السكينه على رقبتي، المطلوب مني اللي انا اعمل ايه؟ لو هتيجي تسالني تسال الشركه الام اللي هي سامسونج او سوني او اتش سي. انا دخل عليا خد الشغل، طلعت الاسم فوق متكلبشين زي الحرام. ليه راجل بيتاخد بالشغل بفلوس معاه فواتير وكل حاجه بتاخد ليه عليا؟ بندفع ايجارات والبضاعه بفلوسنا والبضاعه بتتاخد وبرده بنتحبس. واحنا مش قادر اقول لك بقالنا دلوقتي 3 ايام او 4 ايام العيشه، مش قادر اقول لك يعني، وبيتنا مخروب. ده يرضي ربنا ان مصر المحلات كلها مقفوله. انت شايف ان الناس دي كلها واقفه مفيش اكل عيش، كذا محل احنا فيه اكتر من حوالي 50 محل، 52 محل، كل باترين ويصفي ويعمل، ومعانا فواتير ومعانا حاجه ومعانا المستعمل مبيعاته بصيره بطاقته بكل حاجه. بيقول لي مخلص جمركي للاجهزه منين؟ راجل تاجر صغير بجيب 5 6 اجهزه، الشركه يسال الشركه ما يسالش انا. احنا كده بقى لنا 3 ايام قافلين، ولا بناكل ولا بنشرب ولا بنعمل وعاملين نس. يا ريت توصل لهم يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده كده ظلم وافتراء. احنا في الشارع حضرتك ما انت شايفنا اهو وشايف الناس واقفه. مش قاعدين، واقفه حال. فطبعا انا واخد مني اجهزه كتيره، فاهمني؟ واخد مني اجهزه بتاع حوالي 75 جهاز، فاهمني حضرتك؟
يعني في حدود 150 ألف جنيه و 200 ألف جنيه. فأنا مش باكي على حاجة، فتحت عشان النهاردة، لا عشان خطر حضرتك أكل إيش. جم خدوه من النهاردة، جم عليا النهاردة حملة تانية، هتاخد بقية الأجهزة، أقفل خالص. أعمل لك منها كلهم ناس عايزة عايشين محترمين وبياكلوا عيش. ولا طب روح روح نفسك روح خش سامسونج يا عم، ممنوع ممنوع يخش سامسونج. طب ليه؟ ما ده كل دي سامسونج، مش معنى اشمعنى سامسونج توكيل؟ اشمعنى يعني؟ بيجوا على الغلابة الناس اللي هي كلهم متعيش. محمول خالص، يبطلوه خالص، يوقفوا الشبكات ويوقفوا التليفونات ويوقفوا كل حاجة، احنا عايزين نرجع ما فيش محمول، يدورونا على أي شغلانة تانية. مبلغ. لا احنا بنقول يا رب، بننزل كده بنقول اتكلنا واعتمدنا عليك يا رب. احنا كل اللي طالبينه ان هم اللي مغالط عامل مخالفة ياخدوه يذبحوه، لكن الناس اللي هي مالهاش ذنب وشغالة مع الشركات والتوكيلات، اذن بقى ان البضاعة بتاعتها تتاخد وتروح يتحبس ويبات وتعرض نيابة وتعمل بقذارة في اذا كان في اسم ولا اذا كان في نيابة. وهو ناس كلها ما فيش واحد منهم مسجل ولا واحد عليه قضية حتى. احنا بقى ناكل منين حضرتك؟ لما احنا دلوقتي نقفل نبيع مخدرات مثلا؟